حسب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع لايف جديد من لايف معرض كريم للأدوات المنزلية، مع أنظف خامة أطقم معالق وأحسن سعر. بسم الله ما شاء الله. الماركة كمان ماركة معروفة جدا جدا بأنها ما بتنزلش إلا أنظف خامات. في انتظار ان انتوا كده تكتبوا لنا برضو الصورة حلوة ولا لأ. تعال انت خليك كده معايا لو سمحت، لو في حاجة تفضل انت. تعال خليك كده، الصورة كويسة، خليك كده معاك بعد اذنك. كده عايزاكم تعملوا لنا مشاركة، كل يعمل مشاركة على صفحتي يا جماعة. ايوه يا خالد، كده اول مشاركة من خالد اهون. نشوف انتوا بقى تعملوا معانا ايه عشان نبدأ نستعرض الالوان ونقول لكم على سعر العرض بتاع المنتج. كله يدخل كده معانا، احنا في لايفات كل شوية اهو معاكم. نزلتولكم مخصوص عشان اعمل لكم كام لايف كده، لان فعلا انتوا وحشتوني جدا جدا، وانا حاسة ان بقالي فترة بعيدة عنكم، بقالي فترة ما نزلتش ولا لايف. عايزاكم كده تكونوا موجودين معايا. تمام يا خالد؟ تمام، توكلنا على الله. ده طقم معالق زي ما احنا شايفين، بوكس من الخشب، ده بوكس من الخشب اهو، خامته ممتازة فوق الوصف. وطبعا زي ما انا قلت دايما في كل لايفاتي، اي منتج بنعرضه بيكون بضمان معرض كريم للادوات المنزلية. نشوف اولا الشركة المنتجة، شركة احد، شركة معروفة، انضف 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 خامة تاخديها من عندهم. الطقم ده 24 قطعة، الطقم ده 24 قطعة يد ستيل بالكامل، يعني اليد دي واحنا اخدنا بالنا المعلقة بتكون ستيل. المعلقة دي الستيل بتاعها شامل اللي فوق، مش لحد هنا فقط، لا المعلقة كاملة ومحطوط عليها القطع اللي محطوطة عليها دي، قطع وثابتة برضو معانا اللي هي الالوان. اللي انا بصوره ده اللي هو باللون الاورنج المنقط بابيض. تمام، دي من العاج، الخامة دي من العاج. الطقم ده عبارة عن 24 قطعة، عبارة عن ستة معلقة صغيرة وستة معلقة أكبر، ستة معلقة أكبر وستة شوكة وستة سكينة. جمال الألوان، هوريكم باقي الألوان بتاعتها، وفي الآخر خالص هنقول لكم سعر العرض بتاع المنتج معانا كام. اللون الاورنج بجماله وريتهولكم، ده كفايه حتى البوكس اللي محطوط فيه. اما انا اخد الطقم ده وبحطه في درج المطبخ في بوكس بالشياكه دي مع خامه على فكره ممتازه جدا جدا. انا كده استعرضت لون، نشوف اللون اللي بعده. بسم الله، اللون الاحمر على فكرة هو متاح من كل لون طقم واحد، لان احنا منزلين اللايف بتصفيات شغل عندنا اللي هي اخر كميات موجودة في المعرض. احنا صورنا اللون الاورنج النهاردة، او بمعنى صح اللون التاني اللي هو اللون الاحمر. احنا قلنا الستانلس ده من اول المعلقة والشوكة للاخر، يعني مش هتطلع معاكي حاجة، ومعاكي قطعة العج اللي باللون الأحمر المنقط، خامة ممتازة مش أي كلام ممكن يطلع ويبوظ، لأ دي خامة ثابتة معاكي ما يحصل لهاش أي حاجة، بضمان معرض كريم للأدوات المنزلية. معانا ستة شوكة، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، هنا ستة معلقة كبيرة، ستة معلقة صغيرة، وستة سكينة، يعني طقم سيرفيس الأكل بتحط على الترابيزة. جميل جدا، بيتقدم بنفس الطريقة. ده كده تاني لون، تاني لون اهو حطناه. نشوف اللون اللي بعده. فك لي كده يا خالد، استنى كده يا خالد، هي دي مفتوحة من الكيسة. فين ال نشوفها كده، معلقة اهي طلعت لكم واحدة، فتحت لكم علبة اهي وطلعت لكم معلقة. شايفين زي ما انا قلت الستيل بتاع المعلقه من الاول لحد الاخر، اخر قطعه في المعلقه هنلاقي الستيل صب من الاول وللاخر. القطعه دي عاج، تمام ثابت معانا ما نقلقش منها خالص. المعلقه خامتها زي الفل، حاجه بصراحه
تحفه، دي باللون الموف. يبقى احنا كده استعرضنا اللون الموف تمام، واللون الاحمر واللون الاورنج. الموف معانا اهي، شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. تمام، حط دي هنا كده يا خالد. ده اللي بعده لون ايه؟ ازرق. حاسب بس، خلي بالك وانتبه. ده باللون الكحلي، اللون الكحلي الازرق اهون، بنفس المواصفات. 24 قطعة من شركة احد، 24 قطعة، 6 شوكة كبيرة، 6 معلقة كبيرة، 6 معلقة اصغر، 6 سكينة كبيرة. داخل البوكس كمان ده بيكون معاها هدية برضو، جميل جدا. اللي بعده اللون الاحمر على ما اعتقد، ده موديل تاني، ده عبارة عن اللون الاحمر بنفس المواصفات، بس في فرق ان المعلقة معانا او الشوكة عامة ده جلد، اللون الاحمر ده جلد، شغل هند، شغل ثابت برضو على فكرة. خامته فوق فوق الممتاز، المعلقة برضو صب من فوق لتحت، ومضاف عليها شغل هند اللي هو الجلد، متاح منه اللون الاحمر، متاح اللون الاحمر اهي، ومتاح منه برضو اللون الاخضر، هوريه لكم. يبقى اللون الاحمر اهو. نشوف اللي بعده كده يا خالد بعد اذنك، فكها لي بعد اذنك من كيسها كده. ده اللون الاخير اللي هو لون البستاج او الاخضر، لون مختلف، لون نادر جدا جدا لما بينزل اصلا، في اختلاف. شايفين شكل حتى البوكس؟ انا معجبة قوي بالبوكس بالمعالق ده، شكلها هيبقى مختلف جدا في التقديم، شكلها حلو جدا. سيرفيس معالق بتاع على ترابيزة السفرة، وممكن نحط برضو السيرفيس ده داخل درج المطبخ. هاتوا لو سمحت كده يا ابو كريم وظبطوا. ده من شركة احد، شركة احد قلنا ما بتجيبش الا انضف خامات. تمام كده انا استعرضت لكم كام لون، ده 1 2 3 4 5 6 6 الوان. طب سعر معانا الطقم ده ايه؟ سعره معانا 425 جنيه، سعر الطقم ده معانا ب 425 جنيه. طبعا احنا بنوصل لحد المنزل، وبرضو عندنا تقدري تيجي تستلميه من داخل المعرض، هتنورينا المعرض في باب الحرس. وبرضو من شركة احد معانا في ميزان مميز جدا جدا، لو سمحت الميزان كده يا خالد. ده ميزان اللون الاحمر اهو، ده ميزان 5 كيلو، الميزان ده 5 كيلو. لو احنا خدنا بالنا شكل الميزان ده بومبي، هنشوف رسمته. انا مش هفتحه من العلبة، بس انا هوريه لكم برضو من الخارج الرسمة بتاعته. دي رسمته قدامنا اهي، بيبقى معاه كف ستانلس ستيل، كف من الستانلس ستيل تمام، ومعاه الشكل البومبي. شايفين الشكل البومبي ده مختلف جدا. السي بي سي خليكي على الموضه، اللي هي من شركه احد، شركه احد انضف خامات، انضف خامات. اللون الاحمر قدامنا اهو، انضف خامات بنلاقيها من الشركه دي، بسم الله ما شاء الله. الميزان ده معانا سعره 350 جنيه، الميزان ده معانا سعره 350 جنيه. مش اي ميزان يبقى عندك، الميزان ده ميزان فوق الخطير بمعنى صح، لانه خامه نظيفه جدا جدا جدا. الشكل البومبيل لوحده تحفه، شكله مختلف مش تقليدي، حاجه مش تقليديه. خامه الكفه بتاعتها ستانلس ستيل، نظيف جدا جدا. كل ده هتلاقيه مع معرض كريم للادوات المنزليه بدمياط، باب الحرس، مستشفى الجلديه، صيدليه الجمهوريه، بجوار قصر الفرج وكرات للاساس. رقم التليفون 010 19 84 2696. اي طلبات بتبعت لنا على رقم الواتساب، وبنوصل او تيجي تنورينا بالمعرض. احنا بنوصل لمحافظات كتير زي دمياط، القاهره، اسكندريه، البحيره، دمنهور، كفر الشيخ، طنطا، المحله، العاشر من رمضان، الزقازيق، الشرقيه، المحله، طنطا، المنصورة. انت بس بعتلنا عنوانك على رقم الواتساب، وبنقولك متاح ولا لأ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.